فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة التي توفاها الله سبحانه وتعالى أن تترك تسافر مع رجل أجنبي بدون محرم؟ وسمعنا أنكم تقولون التي توفاها الله. نعم، توفاها الله. كيف تستطيعون توفي يعني جسدها يترك مع ساقنا مع رجل أجنبي، يعني تنتقل منطقة من محارمها يتركون يعني مع رجل أجنبي ومنطقة المنطقة. وهل وسمعنا أنكم تقولون الوفاة يوم الجمعة ليس من علامات حسن الخاتمة، فهل هذا صحيح؟ نعم. أما جانب السؤال الأول ما أدري وش معناه. الجسد المرأة إذا توفيت، نعم، مثلا هنا في عنيزة، نعم، وأرسلت للرياض مع رجل أجنبي، يعني ليس محرما لها، لا ليس هناك الجثة يعني. أولا لا ينبغي أن ينقل الميت عن الأرض التي مات فيها، بل الأفضل أن يدفن في مكانه، وأرض الله تعالى كلها سواء. اللهم إلا أن يكون في بلد الكفر وليس فيه مقابر المسلمين، فهنا ينقل إلى بلد إسلامي يدفن مع المسلمين. وأما في بلاد إسلامية لا، يدفن الإنسان في مكانه. ولهذا قال العلماء يكره أن ينقل الميت إلى مكان آخر. هذا بالنسبة لنقل الجثة. وأما بالنسبة للموت يوم الجمعة أو يوم الاثنين فهذا ليس فيه فضيلة، يعني لأن الإنسان إنما يثاب على أمر له فيه فضيلة، يعني له فيه عمل. وهل الإنسان يتمكن أن يؤجل الموت إذا جاءه يوم الخميس إلى يوم الجمعة؟ لا يمكن. فالشيء الذي ليس للإنسان فيه عمل هذا ليس فيه ثواب وليس فيه عقاب. لكن إن وردت أحاديث تدل على فضيلة الموت يوم الاثنين مثلا فنقول بها. أما إذا لم يرد فالأصل أن ما ليس للإنسان فيه اختيار ليس فيه ثواب ولا فضل. وأما قول أبي بكر رضي الله عنه حين كان مريضا فكان يود أن يموت يوم الاثنين في مرضه ولم يمت، فهذا حبا له أن يموت في اليوم الذي مات فيه الرسول عليه الصلاة والسلام.